السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو. فيديو جديد عن بيتكوين، راح اتكلم فيها المرة عن الانخفاض اللي صار الاخير، وهل حان وقت بيع البيتكوين والتفريغ لوصولنا الى دعوم قوية مثل دعم 48 الى 50 ألف دولار. راح اتكلم عن هذا الموضوع بهذا الفيديو. اما باش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بناء القناة. خليكم مع نهاية الفيديو تعرفوا أخبار سوق الكريبتو. أول أصدقائي، بعد فشل على فريم من 4 ساعات باختراق متوسط المتحرك 200 على فريم من 4 ساعات على مناطق 67 ألف دولار، تأكدت سلبية البيتكوين، والحمد لله كنا بعيدين كل البعد عن البيتكوين بهاي المناطق. طبعا نزلت رسالة على القناة العامة تقول عم نستنى البيتكوين مناطق 64300، وفي حال فقدنا هاي المنطقة فممكن توجه الى مناطق 61300، وفعلا هاي هي المناطق اللي لحد الان عم بنتظرها بعد تأكيد اغلاق البيتكوين شمعت 4 ساعات اسفل هاي المنطقة. الوقت الحالي اصدقائي، بيتكوين يميل الى السلبية، وكثير من الشركات واهم الشركات عم تغير توقعات للبيتكوين من الإيجابية إلى السلبية. أهم هاي الشركات هي شركة فيدلتي ديجيتال أسيتس. هاي الشركة أصدقائي شركة رائدة في صناعة صناديق الـ ETF سبوت بيتكوين، قالت اليوم وغيرت توقعاتها من الإيجابية إلى المحايدة. هاي الشركة مثل ما حكينا رائدة في صناعة صناديق الـ ETF سبوت بيتكوين. طبعا هذا التحول المفاجئ في تقارير طلعت بعد تقارير الأرباح الصادرة في الربع الأول من عام 2024 اللي كانت بتاريخ 22 أبريل، يعني تقريبا قبل 3 أيام من الآن. طبعا في عندي صناديق الـ ETF سبوت دخلت عليها أكثر من 8 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024، وطبعا في أحد المؤشرات بيستخدمها هاي الشركة اللي هو مؤشر حشرات يارد تيك على البيتكوين. هذا المؤشر أصدقائي بيعمل على مقياس قيمة الأصل، بيستخدم عادة في الأسهم، لكن مرة استخدموه لقياس قيمة البيتكوين. إذا كان تحت الصفر فهذا يعني أن الأصل لا يزال تحت قيمته الحقيقية ولا يزال بقائمة العملات أو الأصول الرخيصة، لكن في حال كان أعلى من الصفر فهذا الشيء بيعني أنه الأصل سعره مبالغ فيه. طلع بقياس المؤشر على سعر البيتكوين نسبته 2، يعني النسبة عالية نوعا ما، وبيعد البيتكوين ثمين أو سعره مبالغ فيه، يعني سعر الحالي للبيتكوين سعر مبالغ فيه بعد الفومو اللي صار من ناحية صناديق الـ ETF سبوت من ناحية الهالفينج، يعني البيتكوين بعيد عن سعره الأصلي. خلال الفترة الحالية ممكن نشوف فترات تصحيح، خاصة حتى يتم التفريغ على الأشخاص اللي داخلين لونج على أمل البيتكوين يوصل إلى مناطق مرتفعة بعد الهالفينج. طبعا شو نظرتي للبيتكوين بالوقت الحالي؟ طبعا نظرتي سلبية تامة بعد ما فقدنا أحد هاي الدعوم القوية، دعم 64300 فقدناه وقفنا شمل 4 ساعات أسفل هاي المنطقة. حاليا عندي احتمالات واردة، احتمال أول إنه يزور مناطق 61 ألف دولار مرتد منه، احتمال تاني نزور مناطق 59800 ونرتد منه. في حال فشلنا بالارتداد بهاي الدعوم الاثنين فهدفي على البيتكوين مناطق ما بين 50 دولار إلى مناطق 48 ألف دولار على فريم الوان دي، حيث يتواجد المتوسط المتحرك على مناطق 48 ألف دولار، والدعم الأقرب هو مناطق 50 ألف دولار. فأنا بهاي المنطقة بتكون عندي منطقة دخول صفقات وجمع السيولة حتى يتم دخول صفقات لونج من مناطق 48 ألف دولار إلى 50500، هي مناطق الارتدادية. ممكن يتم نقوة صفقات اللونج بهاي المناطق وبعدها نشوف انخفاض أو عفوا ارتداد إلى البيتكوين وارتفاع مرة أخرى. هاي وجهة نظر الشخصية على البيتكوين بالوقت الحالي. أنا صح دخلت بالبيتكوين مناطق 64300، لكن دخلت 3% من رأس مالي، راح أنتظر تصحيح كامل حتى أدخل بمناطق تانية. وفي حال ارتدينا إلى مناطق 64500 راح أخرج من جميع صفقاتي، وإذا وصل البيتكوين إلى مناطق 70 ألف دولار ليتم لقوة صفقات الشورت، فراح يكون عندي صفقة شورت أو قوية من مناطق ما بين 70 إلى 71 ألف دولار. يمكن وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامة، دمتم بخير.